اهلا ومسهلا. السفر في زمن الكورونا واخيرا ما بغيتي ترضين تسافرين؟ ما بغيتي؟ تعبت وانا احن، تعبت وانا قلبي قال لي سافري، قلبي قال لي سافري، بس رضا عطاكي جرين لايت عشان احجز على طول. طبعا كالعاده لولو جنطه واحده، دلال واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، هذه بس هذه بروحها 10 كيلو. حسبي الله. طبعا وصلنا مطار سيشل تحديدا ماهي. اول ما وصلنا خذينا خط، انزين، والخط حاطين لكم يعني لسته تدفعون بالدولار او باليورو او باللغه المحليه، اللغه المحليه بالعمله المحليه. فراح اوريكم اسم المحل اللي شرينا منه السيم كارد، وراح اوريكم الاسعار القائمه. طبعا هذه القائمه لحد تاريخ اليوم، احنا شنو، احنا اليوم شهر 25/21، عشان اللي قاعد يشوف الفيديو باثر مثلا باثر رجعي او بيسافر ب 2022 23، فيشوف شلون تغيرت الأسعار أو تغيرت الشركات. تخيلوا إن هذا المنظر قدام المطار، بالضبط هذا المطار وهذا المنظر، وأصلاً المطار على البحر. طبعاً الحين راح ناخذ قارب يوصلنا حق الفندق مالنا. Ready to go. Yes. Yes. الله 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 الله، هني راح ناخذ القارب ونروح الفندق مالنا. انا مو قايله بقعد هني ولين. وصلنا جزيرتنا. ايوه هاي، هلا والله كلاب مان، هلا 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 هلا. طبعا هذا اللوبي الحلو، الله شو اللوبي الجميل. اول ما تصلون يعطونكم سوارة تلبسونها عشان تدفعون عشان تدشوا الغرف. لبستك؟ طبعا يا جماعة الخير، الفندق اللي احنا قاعدين فيه والجزيرة عندهم ابليكيشن، فالحين دخلت بياناتي ويقول لكم شنو الاشياء اللي عندهم، الانشطة اللي عندهم، الجداول، حتى تحجزون حق السباهني مثلا. فانا سجلت وحطيت التريب مالتي، شوفوا هذه التفاصيل. طبعا هلو دلال، حسبي الله، مسجل باسمها. بس نكمل نشوف شنو فيه. على طول من المطار للمطعم ريوق. وصلنا فيلتنا رقمها 5050. Let's go. شكل الفيلا من برا مثل ما تشوفون، هني سور وهني سور، وهذا المسبح. طبعا البحر تمشوا له شوية، مثل ما تشوفون هناك في كراسي. غرفتنا، اوه وايد الوان، السلام. الله كل واحد وكبته. الله هني outfit of the day. outfit of the day. عندنا مسبح خارجي. cool. one two three. فيلتنا كلاب ميد. سلام، حمام وسيع. طبعا الحين بنروح رحلة هايك، وهذا الجروب هني متيمع.
طبعا شنو الفكرة؟ ان الحين قاعد نمشي على كونكريت، يعني ارض ارض يعني مسوينها، بعدها راح ندش على تراب واشياء. مدة الهايك ساعة ساعتين، لا اتوقع ساعتين، هو مكتوب 3 ساعات بالجدول بس في جدول في شيء كنسلو، فتقريبا راح يكون حروة الساعتين. شوفوا يا جماعة في ماي، يلا بلشنا. طبعا شوفوا الهايك هني، لازم ننزل راسنا. يلا الفطوم قبله كذي، بس شوفوا شوفوا من ساعة بغينا نزلق، الأرض كانت وايد كذي لزجة. شوفوا يا جماعة وين صرنا، سوينا هايك وصلنا هذا البحر الخيالي. الله جزنا توه نقزة عشان نوصل كذي نفس كذي. الله واحد من زمان ما شاف ناس، أوادم، حياة. إيه قاعد نمشي مع الناس، لله الحمد والمنة. الله السفر في زمن الكورونا غريب شوي، عرفته غريب إن إحنا نكون مع الناس قراب من الناس. طبعا الهايك غريب يعني، نروح ونصعد وننزل، بعدين ماي تحتنا، بعدين لويا، بعدين خذنا بريك هناك صوب البحر، كملنا. يا هلا ومسهلا يا جماعة الخير، شلونكم؟ عساكم خير وصحة وعافية. اليوم في رحلة جديدة بسيشل، في عدة جزر قريبة منا، ولكن كل جزيرة تكون مميزة وفيها أشياء ثانية. فمثلا واحدة من الجزر يكون فيها مثلا أحلى بيتش بالعالم، في واحدة من الجزر يكون فيها مثلا كائنات بحرية مختلفة مثل السلاحف. فاليوم رايحين واحدة من الجزر وهذه هي اسمها. نظافة وترتيب ما يصير تصعدونها الا وانتم قاطين جواتيكم، فيلا تكرمون ندور جوتي الوردي الاحمر كاهو. يعني احنا حاليا في بارلين، ثاني اكبر جزيرة في سيشل، راح نتعرف عليها مع بعض. المحمية طبعا المحمية مدروجة باليونسكو، راح نشوف الاشياء اللي موجودة فيها. طبعاً هذه هي الغابة اللي احنا فيها، هذه اسم المنطقة وهذه هي الغابة، فراح ندخل الحين مع بعض. هي الشيرة بس موجودة عندهم، هي نفس نقدر نقول الفاكهة المحلية حقهم، وراح اوريكم شكلها لما تنقص. طاش كبر وطاع ايدي حبيبتي حبيبتي يا بعد قلبي، والله حرام تقولش في ناس يأدونها قليل الأدب. طبعا سيشل تتميز بالصخور اللي مثل ما تشوفون هني، من أجمل الصخور الموجودين في هذه الجزيرة أو بشكل عام في السيشل. فهذيل أهما، إحنا الحين واقفين على تقريبا جسر، بعد شوي راح نقرب صوبهم. هذه الصخرة تتميز فيها سيشل، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هذا النوع من الصخرة أنا ما شفت إلا بسيشل كتضاريس. الله يصير نشقح، تبين؟ لا لا حبيبي، في عنكبوتة كبيرة. يما والله الله لاديق اللي هي تعتبر رابع أكبر جزيرة هني في سيشل، تقريبا فيها مدرستين التعليم الأساسي خصوصا، بعدها الطلاب إذا كبروا ينتقلون إلى مدارس أخرى، فيها بعض الفنادق، محلات سكن أو بيوت للسكان المحليين. وإحنا حاليا جايين مكان يسوون فيه نفس يعني يستخرجون الزيت ويقصون الكوكنت قدامنا، نفس تور يعني هي بشكل عام.
تجولون بالجزيرة بروحكم، بس هو اللي قاعد يشوفه جروبات سياح، فكل واحد يحجز عن طريق الفندق ماله، يودونكم كذا مكان هم عارفين الشيء. بعدها راح نروح أحلى بيتش بالعالم أو أحلى شاطئ بالعالم موجود في هذه الجزيرة. يا جماعة الخير، طبعا هذا الفرن تقريبا يحطون جوز الهند من 3 إلى 4 أيام عشان يصير يا حليب، يعني حليب بجوز الهند، أو يصير الزيت، يعني بشكل عام تختلف درجات الحرارة، ولكن هذا هو الفرن. هذا اللي شفتوه مساعة هو الكوكنت الصوب الثاني، فالطريقة إنه ينظفون فيها البيت كله، وبيوتهم بالغالب خشبية بخشب مال الكوكنت. طبعا هذا اللي هناك خشب جوز الهند. راح نركب هذا الحين باص صغير. الشاطئ يعتبر من أفضل 10 شواطئ بالعالم. اليوم سوي لنا عشاء بالسانست، يا سلام الجمال ده. نقاط مهمة وسريعة عن الفندق اللي احنا فيه، ينفع جدا للعوائل، ينفع جدا للأطفال، لأن في أنشطة كثيرة حق الأطفال مسوينها، سواء مسابح خاصة سواء رحلات، يعني عادي تشوفون واحنا قاعد نمشي نشوف مجموعة أطفال معاهم تور جايد أو جايد زين يسوي لهم أنشطة، فهذا الشيء حبيته خصوصا العوائل إذا هي تبي تترك عيالها بالأنشطة هذه أو تخليهم يشتركون، والأم والأبو يتجولون أو مثلا الأهل يتجولون بشكل عام بالجزيرة، هذا الشيء وايد حلو. أنا أشوف إن المنتجع بشكل عام وايد عائلي، بس بنفس الوقت في أوبشن حق الكبار، يعني مثلا في أنشطة حق الكبار، في مثلا حفلات بالليل، هم كل يوم في نايت، يعني مثلا وايت نايت تلبسون أبيض ويسوون كذي فرقة وما أدري شنو، أغاني مثلا بلاك أند وايت نايت تلبسون أسود وأبيض يكون في حفلة وفرقة وما أدري شنو، فكل يوم تقريبا عندهم أنشطة، لأن كلاب ميد عندهم أبليكيشن، الأبليكيشن هذه صورته تدخلون تشوفون شنو النشاط اللي موجود اليوم، مثلا تبون تمرين حق بطنكم تدشون مثلا تختارون، تبون سبا تختارون، وهكذا. هذه طريقة تقريبا الأنشطة وطريقة حجزها في كلاب ميد. اوكي يا جماعة الخير، طبعا انتهت رحلتنا الى منتجع كلاب ميد، حاليا متجهين للعاصمة ماهي عشان نقعد في فندق مختلف ونشوف ان هناك يعني سيتي اكثر، في وايد فنادق، طبعا العاصمة يعني بالنهاية، فبنروح نشوف ونجرب فندق ثاني ونعيشكم بالاجواء.
بن هذا المسبح في الفور سيزن برايفت حق الفيلا مالتنا. طبعا كلها تسألوا لي اذا نقدر نسوي اكتيفيتيز هني ولا لا، اكيد تقدرون، بس انا خلاص سويت وايد اكتيفيتيز هالسفرات، فاليوم خذينا بيطع الماي حلو والمنظر ما شاء الله، والله انا بجنة على الارض، جنة على الارض. النت عندهم نوعا ما يعني غالي زين، يعني الحين احنا ببقالة قاعد نشحن او نعيد شحن النت اللي عندنا، والنت مو ذاك الزود يعني مو وايد سريع يعني حد 4G. هذه نقطة. النقطة الثانية الاسعار موحدة، سواء انتم ببقالة سواء انتم مطار، هذا الشيء الحلو ان الاسعار موحدة، بس الاسعار قلت لكم مو رخيصة، يعني مثلا 15 جيجا 39 دينار او 38 دينار، فيعني الاسعار تعتبر مرتفعة حق النت. أجرنا سيارة شي صغيرة ننتقل فيها، عطيت الليسن العادي مالي مو الدولي، وأساساً الليسن الجديد مال الكويت صار حق الكل يعني، بس أنا ما جددت هذا ستيل القديم، إذا جددته بس ما احتاج دولي، بس أنا عطيت العادي. هذه حجم صغير ننتقل فيها بالجزيرة، بس هني القيادة عندهم العكس، يعني إحنا بديرتنا هني نسوق وهم هناك يسوقون. أول خطوة تسوونها لما تاخذون سيارة جديدة تصورونها بكل ما فيها من تفاصيل. أنا دايم أصور صور وايد تشك 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 عشان لا حصل شيء سمح الله ويقولون أنت ما فيه وسجلوا غلط، يكون موريتهم بالتاريخ والوقت تاريخ التقاط الصورة، عرفتوا قصدي؟ فهذه واحدة من الطرق اللي أسويها، يعني مثلا هني بين لكم أنا في زلقة، بس ساعات في زلقة تحت وبهذه الطريقة ما تنشاف، فأنتوا لازم تشوفون عدل لما تأجرون سيارة بأي مكان بالعالم. جوة جديدة أنا يمين يمين، هذا صح؟ ديكي سيارة سلف بيد واحدة، أنا طول عمري أسوق بيد واحدة، سوقي بيدك ثنتين، وشلون أسوق بيدنا ثنتين يضحك؟ أحد لا يسوق، ويبينا نروح يمين ما أدري دلالات ملغي، ويا ليش يبينا نروح؟ إيه يا حلوان عبالي هذا اللي تترك أو بيطلع الصوب الثاني تخيلوا. يا جماعة شعور جديد، حياة جديدة، الله ميوزك ويا ميوزك يمين ويسار الحين. يا جماعة طبعا احنا اجرنا سيارة في جمعية هني كبيرة، وهذا اسم المحل، هني ملابس، هناك جمعية كبيرة. قبل نكمل حق المنتجع الثاني قلنا من شري كم شيء نحتاجه كملابس ونشوف. ابا نضحك، يلا مشتطيف تعال. الله ملابس صجية والله، ده تكبلات مالغين، الله كبوس. طبعا خذيت هذا الكبوس في زينة حلو، وهذا نفس جمب سوت يعني يشوق، احسه اذرب شيء يعني من الملابس، فبس والله يلا نحاسب. هاي مكان نظيف يعني مرتب، يمكن هذا يمكن مو يمكن اتوقع انه هو اكشخ مكان، لان لما تشوفونه من بعيد هو اكبر مكان في سيشل بشكل عام، وما في ناس، انه يعتبر اغلى من الاماكن الثانيه بشكل عام، يعني لو مثلا بنقيسه او بنقارنه في محلات ثانيه بالكويت يعني تكون اسعاره بالتعش، عرفتوا؟ هذا المحل اتس اول فروم يو كي رايت، يعني هذا المحل بريطاني عشان تشيل الاسعار كذي كله تحسون شويه انكم بريمارك شويه. اوكي شوفوا، فالحين راح اقول لكم التوتال، شريت كبوس، بس كبوس قسم البنات اليهال، وشريت الجم سوت قسم النساء. هاو ماتش؟ 934 يعني كلفني القطعتين هذول 17 دينار. خل ادفع، قاعد ادفع بالكرت انا طول الوقت تقريبا. او ماي جاد شنو هالجمال، ما اتحمل، انا ما اتحمل. انتوا بشر، انتوا ليش ما تسولفون، ليش ما تعبرون، بس انا اعبر. Thank you.
باك هذا الاسم اوكي راح يوصل لكم على يعني يوصل لكم على بيتش جدا طويل. واحد منهم قريب يعني 5 دقايق من بيتش شاك راح تشوفون هذه. الله حلوه. حالياً بمكان اسمه إيدن بلازا، واحدة من أكشخ الأماكن اللي موجودة هنا في سيشل، عبارة عن نس مرسى يخوت، في فندق وفي مطاعم وفي قهاوي وفي بوتيكات محلات، كذلك في شنو بعد لكم قهاوي ومطاعم ومحجز رحلات، كل شيء فيه حلو. حتى يعني أغلب القهاوي ومطاعم لها مطل هناك صوب اليخوت. حبيت المكان كذا، هو أكشخ مكان اللي شفته في سيشل. يا هلا ومسهلا يا جماعة الخير، شلونكم؟ مساكم خير صحة وعافية. احنا حاليا في العاصمة فيكتوريا. فيكتوريا تتواجد في جزيرة ماهي، جزيرة ماهي اللي هي تتواجد فيها العاصمة. فيكتوريا جدا صغيرة، فيها اكشاك وفيها محلات، فقلنا نتجول فيها ساعتين ثلاث ونرد فندقنا. طبعا هذا التاون صاير يم فندق هيلتون، تمشون له بنهاية الشارع، يعني مو قريب لازم تروحوا له بسيارة، او ممكن اذا انتم ساكنين هني فنادق يكون اقرب. هني هذه المطاعم ذكرتني مكسيك، المناطق الشاطئية. يا جماعة معلومة سريعة، لما تبون تشترون مني من المحلات المحلية هذه اخذوا معاكم فلوسهم، لان عادي يقصون عليكم اذا اخذتوا يورو، فاخذوا فلوسهم. اذا ما لقيتوا او ما معاكم، في صراف موجود هني من الماركت بصور لكم اسمه، تصرفون بعدين تشترون. يعني مثلا هذا الصراف سعره جدا زين وايد ممتاز، والنسبه اللي ياخذونها جدا بسيطه. هذا اسمه اذا بتدخلونه بجوجل. اوكي يا جماعه الخير، في ملاحظه، اذا وصفتوا اي مكان راح تحسونه باركينج عادي فري، بس لا، راح يخالفونكم، فتروحون اقرب مثلا ستور موجود، مثلا هني بقاله، تاخذون هذه التيكت سعرها 10 روبي لمده 4 ساعات، وتحطونها امام السياره بهذه الطريقه وتنزلون. تونا لقينا اكشاك. المهم شريت هذا القلب، ابين نحفظه، ولان بسناب شات اللي لبسته راح يقولون من وين، انا اعرفكم. فانا من الحين اقول لكم لازم تحفظون اي سفره شريت هذا هاند ميد، وايد احب شي اشياء يعني تتسوى يدويا، فما قدرت وخذيته. حلو. طبعا يا جماعه لما توصلوا المطار اهم شيء لما تركبون الطياره راح تورونهم كويت مسافر قبل تدخلون، لان هم معطينهم تعليمات على اي طياره انتم مسافرينها، ان لازم تورونهم هذا الباركود لما تسجلون كويت مسافر رحلات الوصول. شنو احكي عن سيشل؟ سيشل من البلدان الجديده اللي هي تعتبر اول دوله ادخلها في 2021. 2021 سافرت من قبل، بس كلهم دول متكررة. هذه أول مرة أدخل دولة جديدة في لستة الدول اللي زرتهم مؤخراً وأخيراً وأخيراً، وسيشل خطفت الضوء وهي كانت أول دولة. شنو أقول في الدولة؟ يعني أنا وايد وقعت في حبها، وأظن هذا الشيء كان جداً واضح طوال السنابات اللي ضايفني بسناب شات، كنا رولينج all the time، فهذا هو سناب شات اللي مضايفني ضيفة. فكذلك انستغرام، هذا هو انستغرامي، احط اشياء يوميه وساعات احط صور كذلك ببوستات، يعني ما ايش اقول، بس سيشل يعني حرفيا راح اطلق مشاعري. اوكي راح اطلق مشاعري، استانست بسيشل جدا، والدليل اني انا من المفترض اني انا اروح اسبوع، قررت امدد ل 15 يوم. بالعاده الوجهات البحريه يقول لكم يلا 4 ايام 5 ايام، من كثرنا اسبوع. نعم 15 يوم لولو، 15 يوم كنا وايد، هو بالفعل يعتبر او تعتبر فتره جدا طويله حق سيشل. بس بشكل عام اول شيء انا احس ان انا احتاج، مع اني توني راده من مالديف، بس يعني فيني هذا التوق الى السفر، وبنفس الوقت احس هم ما شبعت. سيشل حلوه. طريقه التنقل في سيشل، الله يسلمكم، في عده طرق انكم تتنقلون في سيشل. اول شيء في جزر موجودة قريبة من العاصمة الرئيسية أو الجزيرة الرئيسية اللي هي ماهي، ممكن تتنقلون لهم عن طريق القوارب. إذا الفندق مالكم كان بالجزيرة الرئيسية، من المطار للفندق عن طريق السيارة أو التاكسي.
او تأجرون سيارة. اما بخصوص اذا الفندق جدا بعيد ممكن تاخذون طيران داخلي. اما الطريقة الرابعة اللي هي الهليكوبتر فيكون سعرها جدا جدا غالي ومرتفع، فالغالب الناس تفضل انها تاخذ طيران داخلي. طبعا سيشيلي يتكلمون ثلاث لغات اللي هو اللغة السيشيلية، اللغة الانجليزية، اللغة الفرنسية. بس اكثر شيء راح تشوفونهم يتكلمون فرنسي، بس يفهمون انجليزي وايد يعني من الشعب هناك وموظفين يتكلمون انجليزي معكم. اما بخصوص العملة، عندهم عملة سيشيلية تقدرون تستخدمونها، الامية تقريبا دينارين كويتي. طبعا العملات كذلك تتغير تصعد وتنزل، لحد تاريخ اليوم دينارين كويتي هي امية فلوسهم. او تستخدمون اليورو، بس مو كل الاماكن تستقبل يورو، يعني الفنادق، الاماكن الفخمه، المطاعم الفخمه يستقبلون يورو، اما الاسواق الشعبيه البسيطه بالغالب يستخدمون عملتهم المحليه. او عادي تعطونهم يورو بس ما راح يرجعون لكم فلوس وايد، فالافضل انكم تاخذون العمله المحليه عشان لما تتسوقون ما تحسون رجعوا لكم شويه وانتم تستحقون اكثر. فالافضل انكم تروحون اي مركز صراف هناك اذا عندكم يورو وتصرفونه. العكس يعني، انا كان عندي يوروز وكان عندي دولارز، وكان الحمد لله كل يعني الاماكن رحت لهم حق الصرف سعر الصرف ممتاز. الشيء الانترستينج واللي لفت انتباهي هناك في سيشل ان عدد السكان جدا ضئيل، يعني عدد سكان سيشل اقل من 100,000 حرفيا، عدد سكانهم تقريبا 98,000 تقريبا، فيعني شويه جدا شويه. هم من الاشياء اللي انا لاحظتها هناك ان اكثر شيء كنت اشوفه الطبقه المتوسطه، يعني ما احس ان انا شفت طبقه معدمه او تفتقر حق المقومات الاساسيه. فهذا الشيء اللي انا شفته ولاحظت كذلك ان اعتمادهم الكامل على السياحه الخارجيه. وهم في شيء جدا غريب، كل ما اروح جمعيه كانت يعني العبارات مثلا بشتري مثلا ماي وايد في بالعربي، او كاكاو مثلا في بالعربي، فاغلبهم يصير تصدير من دول عربيه معينه. فهم هذا الشيء انترستينج، لان توقعت انهم يعني يصدرون اشياء، طلعوا يعتمدون اعتماد كامل او كلي على التصديرات الخارجيه، انهم يستقبلون من الدول الاخرى بعض المنتجات الاساسيه، بس عندهم بعض الاشياء اللي يزرعونها مثل الفواكه والخضروات. طبعا سيشل تعتبر دوله بروحها، تتكون من ارخبيل جزر، اكثر من 100 جزيره تقريبا موجوده، موقعها تحديدا في المحيط الهندي مثل ما تشوفون بالخريطه. لما نتكلم عن تضاريس او جغرافيه سيشل جدا تختلف عن وايد جزر زرتهم بحياتي. تخيلوا ان هي بقعه جغرافيه بس فيها جبال وايد، فيها جبال بشكل ما تتخيلونه، وتحسونكم غابه طول الوقت. انا احس اني انا في غابه، الزرع اللي موجود، الخضار اللي موجود، الخضار الخضار الخضار، كمية الحشرات، كمية الحيوانات، كمية واختلاف الأسماك والثروة السمكية كانت جدا مختلفة. يعني أنا والله طول الوقت أحس إني بغابة من كثر ما تشي جريني 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 جريني، أخضر أخضر أخضر، والخضار اللي أوفر أخضر. بس شنو أكثر شيء يميز سيشل لو أنتوا سألتوا من قبل عن مختلف الجزر الأخرى؟ هو وجود صخور الجرانيت مثل ما تشوفون هذيل صورهم. الجرانيت هي صخور عملاقة كبيرة موجودة في سيشل على شواطئها، يعني كل شاطئ حرفيا نروح لك كل شاطئ، يعني صفر شواطئ ما شفنا فيهم، كل الشواطئ كان فيهم هذيل الصخور الخاصة اللي موجودة فقط في سيشل، ولكن بمختلف الأحجام. يعني هم عندهم نوع معين بس موجود في سيشل، قد يكون في أحجار أخرى جرانيتية موجودة بدول أخرى، بس في نوع معين هو اللي يميز تضاريس ويميز الشواطئ اللي موجودة فيها سيشل. عاصمة سيشل هي فيكتوريا. فيكتوريا تتواجد في جزيرة اسم الجزيرة ماهي. معظم وقتنا اللي قضيناه في سيشل كان في الجزيرة الكبيرة هذه اللي اسمها ماهي. تقريبا رحنا ثلاث منتجعات، وفي منتجع رحنا له كان بروحة، وجزيرة بروحة تقريبا يبعد ربع ساعة أو 20 دقيقة عن طريق القارب في سيشل. الفترة اللي أنا رحت لها كانت تتطلب إجراءات معينة للوصول إلى سيشل. شنو إجراءات السفر إلى سيشل؟ كانت عدة إجراءات. أولها إن إحنا نعبي فورمة، هذه الفورمة لازم تعبونها وتجي لكم موافقة، يعني لازم تعبون هذه الفورمة تقريبا قبل 24 من سفركم، لأن 24 ساعة من سفركم، لأن عادي توصل الموافقة بعد 9 ساعات، عادي بعد 3 ساعات، عادي بعد 4 ساعات، يعطوكم مثل باركود يدزونه لكم بالإيميل. أما بخصوص الويب سايت وين تقدمون عليه راح أحط لكم إياه، هذا هو موجود هني تقدرون تدشون عليه، إذا قدرت أحطه بالدسكربشن بوكس وما نسيت راح أحط لكم إياه، بس أنا هني موجود مونتاج احتياطاً أخاف أجزاء. أما الشيء الثاني اللي راح تسوونه هم عشان توصلون سيشل، إنكم تسوون PCR سلبي قبل الوصول إلى سيشل، هذين المتطلبين المهمين إنكم تسوونهم. أما بخصوص الفيزا، أنا ما أدري عن الدول الأخرى، ولكن الكويتي ما يحتاج فيزا للسفر إلى سيشل. هذه المعلومات كلها لحد تاريخ، عشان إذا الفيديو شفتوه مؤخراً
يكون ليه تاريخ 1/6 هذه الإجراءات نفسها ما تغيرت، 1/6/2021 هذه إجراءات السفر إلى سيشل. واحد من أكثر الأشياء اللي توصلني عن سيشل لولو الأسعار، الأسعار الأسعار شلون الأسعار شلون الأسعار شلون الأسعار. طبعا الأسعار تختلف من مكان إلى آخر، كل دولة بالعالم إذا وصل لنا ستيريوتايب أو صورة نمطية عنها أنها غالية راح تحصلون أوبشن رخيص. أنت والشون العيشة اللي تبون هناك، يعني إحنا اخترنا نعيش عيشة فخمة، فطبيعي العيشة الفخمة تكلف فلوس وايد، فإحنا اخترنا هالشيء. بس مثلاً تقولون تبون أنتوا فندق ليلته 50 دينار راح تحصلون، تبون فندق إن شاء الله ليلته 1000 دينار راح تحصلون. كل شيء متوفر هناك، يعني متوفر الأسعار العادية، متوفر الأسعار المرتفعة، كذلك في أسعار أقل من 50 دينار بس تكون دون المستوى يعني، أو تكون جداً بسيطة، أو مثلاً شير غرف وهالأمور. بس إحنا شخصياً لاني رايحة مع رفيجاتي فاخترنا هوتيلات ان نحسها مناسبة لنا ونقدر ان احنا نستانس فيها ويكون فيها وايد امور موجودة داخل الفندق. خلي اقول لكم نقطة جدا جدا مهمة هناك، يعني الاكل برا الفندق عادي اسعاره يعني تقريبا تشبه اسعار الكويت، يعني عادي دينارين 3 دنانير مثلا الطبق يعني تقريبا اوكي. بس اذا كليتوا بالفندق الاسعار تكون مرتفعة دبل 3 مرات عن اسعار برا اوكي بالعاصمه او اي مكان يعني لوكال يعني المطاعم المحليه. زين لولو شلون مثلا نوفر اذا حابين نسافر؟ في طريقه جدا مهمه دايم اقولها في فيديوهاتي، اذا بتحجزون حق فنادق حجزوا فندق او منتجع يوفر لكم وجبتين باليوم او 3 وجبات باليوم. شلون نعرف هالشيء؟ عن طريق هذيلا الكلمتين. اول كلمه هابورد، يعني شنو يعني يوفر لكم وجبتين باليوم؟ يا تكون مثلا ريوق وعشاء او مثلا ريوق وغدا على حسب الفندق، بس بالغالب تكون ريوق وعشاء، بالتالي انتم وفرتوا سعر وجبتين سواء يكون بوفيهات او يكون مثلا كوبونات مفتوحه تقدم لكم اياهم الفنادق. اما النقطه الثالثه all inclusive، شنو فكره هذا الشيء؟ انه يوفر لكم كل وجبات مجانيه متوفره في الفنادق، وساعات يكون حتى يعني حتى العصائر تكون مجانيه، تبون اي وقت عصير تبون اي شيء يكون هم مجاني معهم. وبكذي انتم تكونون تقدرون تروحون تعيشون حياه فخمه، كذلك توفرون عن طريق وجود هالشيئين. هم في نقطه وايد مهمه، في شيء اسمه free transportation اللي هي هذه الكلمه اللي تشوفونها اللي هو التوصيل المجانا، يعني مثلا اذا الفندق مالكم يحتاج ان انتم تركبون قارب يكون توصيل مجانا، اذا مثلا مالكم يحتاج ان سياره هم مثلا يكون توصيله مجانا. هني انتم هم وفرتوا سعر التوصيل، يا يكون include transportation or free transportation. فهذيل الجمل حفظوهم الكلمات عشان كل ما تموتوا تبحثون عن هوتيلات تحصلون هذه الاشياء. وبكذي اتمنى عجبتكم رحلتي الى سيشل اللي انا فعليا استمتعت فيها، وانا شفت فيدباككم بوايد وسائل، وايد شكرا، وايد استمتعت والله بكل شيء. يعني اول شيء شكرا ان انتم قاعد تدفعون وياي كل مره، شكرا انكم قاعد تشجعوني، شكرا ان كل مره تعلقون، وايد ممتنه على تعليقاتكم وحبكم خصوصا على اخر الفيديوهات اليوم. شكرا شكرا شكرا، ولا تنسون تسوون سبسكرايب وشير حق كل الناس اللي حابين يشوفون هذه التجربه. وانا وايد احرص ان تجاربي كذلك تكون مترجمه للغه الانجليزيه عشان توصل لاكبر شريحه من الناس. بالبدايه تنزل بالعربي، بعد يومين 3 او بالكثير اسبوع تنزل باللغه الانجليزيه. فشيروا هذا الفيديو، حبيت تشيروا سووا شير او نشروا هذا الفيديو حق اكبر قدر ممكن من الناس، وقولوا لي تجربتكم، هل حبيتوا سفرتي الى سيشل وشوقتكم ان تروحون ولا لا؟ اكتبوا لي تحت. وبالنهايه لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، واحبكم، مع السلامه.